من في القدس لكن لا أرى في القدس إلا أنت. عبد العفو بسام، أهلا وسهلا فيك من مدينة القدس. أنا عبد العفو بسام، شاب مقدسي عايش في مدينة القدس. أنتوا شلون عايشين أو شلون وضعكم بالنسبة لموضوع الهوية؟ للمستمع أو المشاهد، بأنه أنا فلسطيني لا أحمل أي شيء يثبت فلسطينيتي. أنا عايش في القدس ومهدد في كل يوم وفي كل لحظة أنه ممكن الاحتلال الإسرائيلي يسحب منك حقك في إقامتك في أرضك. يبصق عليهم أو ينطردوا من المسجد أو تبيعه هو رفض للي بتعمله الحكومة، وهذا لا يعني أبداً رفض الشعوب نفسها. جاءوا من بوابة الاحتلال الإسرائيلي وبحماية الاحتلال الإسرائيلي. أنت بتفكر إنه العرب ممكن يفوتوا محررين؟ ممكن هذا الشيء لسه يصير؟ بما يخص موضوع التطبيع، إنه الدول هاي هي نظرة فقط لمصالحها. هل هي الاستفادة حقاً فقط إسرائيلية ولا العرب الدول العربية كمان رح تستفيد من إسرائيل؟ العلماني مع المتدين اليهودي ما بيعيشوا في نفس الحي أبداً. الإسرائيليين ولدوا بهاي الدولة وعاشوا فيها وما بيعرفوا غيرها، هدول شو مصيرهم؟ اليهودي هو أخذ مكان فلسطيني أصلي في هذه الأرض. كعبد العفو، يعني كيف توصف حالك بخمس صفات؟ سؤال جدا جدا يعني صعب. شو بتحب تقوله لعبد العفو اللي عمره 10 سنين؟ صدقني، السلام إشي يعني رائع ما بيتمناه ولا بيعرف قيمته إلا اللي بيفقده. فيك تبعت رسالة بسطر واحد، شو حيكون فحوى هالرسالة يا عبد العفو؟